والآن مشاهدينا نتحول معا في نشرة التاسعة لأهم أنباء المال والأعمال. الجولة الاقتصادية ومحمد عبد الله، إليك محمد. شكرا إلهام وشكرا يوسف. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أعلن البنك المركزي أن استضافة البرنامج التدريبي بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا حول تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وأثرهما على البنوك المركزية يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي. وأوضح البنك المركزي أن استضافة البرنامج التدريبي يأتي أيضا في ظل استمرار الدور الرائد للبنك المركزي في تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية. شارك في البرنامج التدريبي 35 مشاركا يمثلون 9 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا، فضلا عن وفد المعهد النقدي للكوميسا. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، بينما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1273 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.1% ليصل إلى 18818 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 46% ليصل إلى 3812 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 29% ليصل إلى 5585 نقطة. في أسواق البترول العالمية، وصلت أسعار النفط مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، وفي ظل مخاوف الإمدادات بسبب الإعصار إيدليدا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 42% لتصل إلى 85 دولارا و85 سنتا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 59% ليصل إلى 81 دولارا و64 سنتا للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.27% لتصل إلى 3 دولارات و13 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 94% لتصل إلى 2.68 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في المغرب، توقعت الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب زيادة واردات القمح إلى 5 ملايين طن في الموسم الحالي بسبب الجفاف. وأضافت الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب أن المغرب يتوقع أن يكون قد استورد 2.5 مليون طن من القمح اللين بحلول سبتمبر، لكنه سيكون بحاجة لاستيراد 2.5 مليون طن أخرى بنهاية يونيو 2024. وأضافت الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب أن مخزونات القمح تكفي 5 أشهر من احتياجات الاستهلاك المحلي بدءا من أواخر أغسطس، بالإضافة إلى وجود نمو طفيف في السعة التخزينية لتبلغ 5.2 مليون طن. ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بعد نتائج إيجابية من قطاع التأمين، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات المهمة لتقييم متانة الاقتصاد في المنطقة. وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 1.1% بعد صعوده بنحو 1% في الجلستين السابقتين. وصعد مؤشر شركات التأمين الأوروبية بنسبة 7.1%، وارتفع مؤشر أسهم الطاقة القيادية 4.1% مستفيدا من صعود أسعار النفط الخام، في حين ارتفع مؤشر الموارد الأساسية بنحو 1%. وزاد المؤشر داكس الألماني بنسبة 2.1% قبيل إعلان بيانات التضخم أشهر أغسطس أو لشهر أغسطس في وقت لاحق اليوم.
نهاية أخبار الاقتصاد من جديد. أعود إلى ريهام ويوسف. شكرا لك محمد.